يقول: ما حكم استعمال جرس الباب وجرس الساعة المنبهة؟ للحاجة هذا لا بأس به، للحاجة، لأن البيوت اليوم صارت تحتاج إلى جرس، لأن لو يقتصر على قرع الباب أو على الاستئذان بالصوت ما يسمع اللي داخل هذه الأبنية الحديثة، فمن أجل الحاجة لا بأس بذلك. كذلك الساعة، لو لم يكن عندك ساعة ما تستيقظ للصلاة، فإذا كان هذا لحاجة فلا بأس به. نعم.